السلام عليكم ورحمة الله. اليوم محاضرة كيف البين مانجمنت أو معالجة الألم في النيونيت. Effective pain management is a desirable standard of the care for preterm and term newborn and may potentially improve their clinical and neurodevelopment outcome. تأثير الألم وعلاج الألم is a desirable standard. هذا واحدة من الحاجات المهمة في لما ندير care or أنا نبي نحافظ على الطفل، يا أما إذا كان preterm اللي هو خدج أو term newborn، فلازم أنا ناخذ بالي من الألم ولازم أنا نعالجه. A neonatal pain should be assessed routinely using context specific validated and objective pain method. الألم في النيونيت should be assessed، لازم أنا نفحصه روتينلي بشكل روتينلي، نستخدم فيه method أو أجهزة لقياس الألم. Despite the limitation of currently available tool، إن هو مش متوفرات حاجات واجد عشان نقيس به الألم. Reducing invasive procedures and using pharmacological behavior or environmental measurement can be used to manage neonatal pain. إنما أنا نقلل أي أداة أو أي فحص فيه ألم للطفل أو أي إعطاء أي دواء يكون فيه ألم للطفل، behavior or environmental measures اللي هو المحيط سواء سلوكيا أو محيطيا تستخدم في علاج الألم في أطفال حديثين. Non pharmacological approach include Kangorian care، هذين حاجات يستخدموا فيهن لتقليل الألم في الأطفال حديثي الولادة. Facilitated tacking، non nutrition nutritive sacking، sucrose and other sweeteners، massage and acupuncture therapy، هذين أنواع من العلاجات يستخدموا فيهن في تقليل الألم. They are used for procedures called acute, transient, or mild pain. نحن نستخدمه في عدة procedures causing acute حاد، transient مؤقت ألم بسيط ومؤقت و acute، or as adjunctive therapy for moderate or severe pain، وفي علاج للألم الحاد والمتوسط. Local and topical anesthesia اللي هو لما نستخدم المخدرات سواء كانت موضعية أو topical اللي هو سطحية، can reduce the acute pain، تقدر إن هي تقلل الألم الحاد caused by skin breaking or mucus injury procedures اللي هو الألم الحاد اللي لما يصير تقطع في الجلد، والله إن أنا ندير الغشاء المخاط يصير فيه قطع اللي هو في أي procedures يعني أي عملية أنا نديرها ويكون فيها يا أما قطع للجلد يا أما قطع لي الميوكاس ميمبرين، فنستخدم لوكال ولا توبيكال. النيونيتال بين كنترول بروجرام ذات انكلود، في عندنا بروجرام، البروجرام هذا يتحكم في الألم في حديثي الولادة. performing routine assessment to detect neonate pain، لازم ما أنا نفحص البيبي هذا روتينلي بشكل روتين في اليوم أكثر من مرة عشان بنعرف إن عنده ألم ولا لا. Reducing the number of painful procedures، نقص عدد البروسيجرز اللي يكون مؤلمات للبيبي. Preventing or treating the acute pain، لازم ما أنا نمنع والله نعالج الألم الحاد. From bedside invasive procedures، من أي procedures تكون invasive يعني فيها تدخل إلى جسم الإنسان و invasive procedures. من الانفيزيف بروسيجرز اللي هو اللمبر بانكتشر اللي هو العينه لما تتاخذ من النخاع، هذه وحده من العينات او من البروسيجرز اللي تستخدم وفيها بين للاطفال. الانتيسبتيك اند تريتينج البوست اوبريتيف بين افتر سيرجيكال بروسيجرز، لما يديروا عمليات فلازم انا نطهر الجرح ولازم ما نعطي مسكن للالم هذاه. Avoiding prolonging or prolonged or repetitive pain stress during nurse care. لازم ما أنا avoiding نسيب prolonged or repetitive pain stress
لازم ما أي بروسيجرز أو أي عملية فيها ألم لازم ما نقللها أثناء ما كان البيبي أو البيبي يقعد في العناية الأطفال حديثي الولادة، فنقلل أي بروسيجرز فيها ألم للطفل. البين أسسمنت، كيف ندير أسسمنت؟ كيف أنا نفحص الألم؟ Current practice requires nursing staff to make global pain assessment of neonate or apply bilated pain scoring method before taking appropriate action to ameliorate newborn pain or discomfort. نفحص البيبي هذاهي روتينلي ونحطها على سكاجول سكورينج سكور، يعني واحد كل حاجة نعطيها سكور 1 2 3 4، والسكور هذا هو اللي يحدد لي ان الالم هذا في اي مرحلة. The current nursing workload in the NICE does not allow bedside nurse to assess the neonatal pain accurately. قالك ان النيرسينج اللي تعمل في العناية ما تسمحش للبيت سايد اللي هو للنيرس اللي تشتغل في البيت سايد اللي هو في القسم اصلا من ان هي تفحص الالم في الالم الاطفال. Many pain scales lump together behavior physiological and other variable but this variable may not respond to neonatal pain in similar or specific way. The inter-rate reliability and subjectivity of a human assessment are further limiting factor in their prevalent use. نفس ما قلنا ان الالم هذا في عنده skills، في عنده skills lump together اللي هو behavior اللي هو شخصيا physiological physiology and other variable but this الاختلافات هذين not response لا تستجيب الى الالم في الاطفال in similar or specific way يعني هو في مجرى مشابه او خاص. The inter-rate reliability and subjective of the human. Limitation of this pain. كيف أنا نحد من الألم هذا؟ لازم ندير assessment method، نستخدم الميثود عشان نفحص به الألم. Most method were developed and validated to newborn undergoes acute pain. اللي هو الميثود هذينا نستخدموهن ديما استخدموهن في حالات الألم الحاد. Many of size used in this assessment tool requires two subject evaluation by observed at result. There is significant inter-observed variability in evaluation of behavior response. لما نشوف العلامات بعض كثير من العلامات تستخدم في الاسسمنت في فحص الألم تحتاج إلى أني أنا نحدد النتيجة والنتيجة هذه significant inter-observed variability تختلف من بيبي إلى بيبي آخر وتختلف من استجابة لاستجابة أخرى. Some barometers like heart rate variability or palmar skin conducting require specialist equipment to available to bedside. بعض البارومتر بعض العلامات اللي تستخدم في فحص الألم منها نسبة عدد نبضات القلب بالمر سكن اللي هو الجلد متاع كف اليد هذا تحتاج إلى اختصاصي عشان هذينا واحدة من الحاجات اللي نفحص بها حدية الألم. Other measurement like salivary cortisol اللي هو نشوف الكورتيزول في السلايبة or other biomarker are not available in real time to be clinically used وبعض البيوماركر بعض العلامات البيولوجية لكن غير ما تستخدمش في الكلينيكلي في الكلينيك. Behavior pain response اللي هو الاستجابة الألم behavior اللي هو نتيجة behavior may be altered in neurological impairment الاستجابة للألم نتيجة impairment اللي هو خلل في الجهاز العصبي and absence in those who receive neuromuscular blocker عشان انا نحد من الم معين نعطي حاجه توقف او تثبط الوصله ما بين العصب ما بين العضله. Reduction of painful events
decreases the bedside distribution by timing routine medical intervention daily physical examination. النقص من أن البيبي يقعد ديما راقد، لازم أنا كل يوم ندير physical examination نفحص فسيولوجية with other care procedures diaper change or suction، إننا نغير الدايبر ونعطي نعطي الرضاعة فنغير مكانها، مثلا هو قاعد على جنب هذا نغير على جنب هذا، فتغيير البيدسايد واحدة من الحاجات اللي هو تنقص الألم. الانتيسبتيف laboratory testing to minimize the frequency of blood sampling، لازم لما ناخذ أي عينة من البيبيز لازم ما تكون تحت تعقيم كويس. Use handheld device that can perform several analysis، اللي هو ال pH، لازم أنا نشوف ال pH اللي هو حمضية الدم، نسبة الأكسجين ونسبة ثاني أكسيد الكربون ونسبة الإلكترولايت اللي هو المعادن المينيرالز الكالسيوم والبايلروبين واللاكتيت from single small blood sample، اللي هو من عين الدم وحدة، thereby reducing the number of heel stick required to laboratory testing، عشان أنا نقص من نسبة الهيل ستيك اللي هو نأخذ العينة من شنو، من راحة الرجل من تحت اللي هو الهيل، فنأخذ العينة الدم من هنا، فأنا نقص من عدد الهيل ستيك هذينا عشان نقص من الألم للبيبي. Place peripheral arterial or central venous catheter in patient who need more than 3 إلى 4 هيلستيك، إذا كان البيشن هذا نحتاج إلى 4 عينات ولا 3 عينات في اليوم، فأنا ندير له peripheral arterial or central venous catheter اللي هو الركب لكانيلا، تمام؟ فالكاتر هذه تساعد أني أنا نقلل من الهيلستيك هذين. This procedure should be performed with adequate analgesia، يعني لازم تكون معك تخدير، تخدير هذا خاص عشان يقلل من نسبة الألم على الهيلستيك. If clinically appropriate, use non-invasive monitors such as transcutaneous. ممكن إني أنا نستخدم بعض البروسيجرز اللي يكون ما يكونش فيها ألم للبيبي، منها transcutaneous يعني من خلال الجلد نفحص نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومدى تركيز الأوتو جليكوز والبايلروبين ليفل، نسبة الصفرة ونسبة السكر أو نير إنفرا ريد سبكتروسكوبي to avoid need of the blood، عشان أنا ننقص من قصة أني أنا كل مرة نسحب عينة دم. Consider the use of the non-invasive therapeutic approach for providing analgesia in a newborn transdermal patch ion vorices compared air injection. هذين في بعض البروسيجرز اللي هو علاجية بس ما يكونش فيها أي تدخل في أو أي ألم للبيبي. ممكن أنا نستخدم لوكال أنستيزيا مثل زيلوكين انفلتريشن، ممكن نستخدم أوبويد ثيرابي اللي هو منه المورفين. Thank you.